صباح الفل يا صاحبي. يا مولانا انت سرحت ولا ايه؟ ايش حلقة هي لك ما تسيبنيش انام كتير. يلا مش مشكلة، انا هروح ابيع البضاعة دي، بس ايدك معايا والنبي. انت عارف انا ماليش غيرك بعد ربنا سبحانه وتعالى. شوف وشك لخير. اه صحيح، ده انا جبت لك حاجة ونسيت اديها لك. جبت لك عمة جديدة بدل القديمة دي، انا مش عارف انت مستحملها ازاي. لبست يا عم عمر. انا هرمي دي، ها وحشة والله. السلام عليكم. بص يا حامد، الحقيقة انت ايدك تتلف في حرير. الله يخليك يا مدام، ده بس من ذوقك. بس الشغل ده عادي، ممكن اي حد يقدر يعمله، وانا واثقة انك تقدر تعمل احسن من كده. لا انا كده مش فاهم، يعني حضرتك بتقولي لي كلام حلو ولا بتشتمي فيا ولا؟ احلى شاي لاحلى قسطة. تسلم ايدك يا رمضان. مدد يا سلطان. لا انت كده بتتريق. لا والله، بس فك لغز السلطان بتاعك ده عندي. طب قول يا فالح. عندنا شيخ مبروك في الحارة بيحضر ارواح، اوديك ليه يحضر لك روح السلطان حامد وهو يقول لك قصته. طب امشي يا اسطى بدل ما اديك بالكوبايه في وشك. خليك معايا يا حامد. بص يا حامد، انا هدربك على الشغل. هو الشغل صعب، مش اي حد يقدر يعمله، بس انا واثقه ان انت هتعمله. هعلمك الشغل وانت تنفذه، وانا هاخده منك وابيعه، والمكسب بيني وبينك بالنص. كل اللي ليك عندي المكان اللي تعيش فيه. انا عندي هنا اوضه فوق السطوح، هديها لك من غير ولا ملي، ورزقي ورزقك على الله. ها قلت ايه بقى؟ قلت توكلنا على الله. مدد يا سلطان. يا راجل اقرا الفاتحه. مدد ايه بس؟ اقرا الفاتحه. ماشي نقرا الفاتحه.